حاجي عرفان كاري مثل ما انا سكت خويا متشط واش اهك ومره بها قال دين بيه ضمن صعب برانبري مدري انسى في بلاي فون جام اخويا فرجان جون بدري اخويا ببراش مزانيات براتم خاطر ديني ببراش برايش خلاص ببراي فون جام ببراي فون شو وش مين هو بران حافظ نايبرز كاع عبد الجبال جنابك حمايه مصطفى علي بافيني كم برسيارك يا تو وان ديتو يا برسيارك كم بيد ماوس علي بابي ماوس علي بابي بوشي مكتبي عسكري هو شاندوا تشك داري واز لي هنا هادي دنا برلمان او كارشي مو او جواب كم ديزان تقول كاك بتشك زاني ما ناكري درقتي وهم خم كان عاي ناس وين روبرو بينوا نا برجع يشتديكي وانيا لبرو بوشي بوخد برواز زاني ماوس علي بابي روبرو تشك داري لكي بوشي استا كميش بلن آخر کار که لغزش او رو برو بنوای غلط بود. بود چی استعمال بود بجول کرد. که آتا توش بود بیشی که پارتی. وان؟ اما خالیه کم. اما لسر ما مصالی بکی. الی قربان جنابی ما مصال صلاح دین به هادی جماعتی یک گرتو. بود چی لو کاتی که بجود نوی اسلامی دیدرا لنو تو سی. شکستی به هندرا نو تو سی بویا کی بو که اعلانی یک گرتو کرا کی بو. لو تجوال بوشي هذه اعلاني حزب كتب كافي من لقى الجهاد ني لقى القتال وجنك وشك داري ومكتب عسكري مانيا بوشي اول كرت بوشي اول وخلقاني جدير بلين كافي مش لقى لو يشي حماس ني بوشي بوي قلتو قبول بو لكاتك ذاك اوي بزود نوب وتمنى لك دي قلتو وري قريب ولا لك امي بوي نجيري لان اوي قلتونيا اوي قلتو اوي قلتونيا باشا بو ايوا غرام مشكله نبو فلا مرة كسي يقول لك هذا من القضاء بشيء حماس نيم أو بوتا جولة أو بوتا ويبرا كان يعني قصة زهور كبكرين نابي وابي دبي بإنصاف بي دبي بوجدان بي كاكم بالله يكم لسا أوي كوتم دل أواني بشتيوانيان لجولة كي زايري كشر مزاريان بو مايوا وكو أمريكا ولا أوروبيا كان ولا عربي كان وسلفي كان هو ما هو تعالي ما فيه كجنابة كي مايوا جوير لي ولا قصة اما نشانه ایمانه، نشانه ایمانه. برای من که غلط است که قدر قلم نباشه. والله سیان بر سوال دادم که آیا؟ نه. اومدی چی شخصی من نیست؟ کاک عبد جبل. جعفر. آفرین. يعني تخميني ايه من بكري وبكافر دائما دي نانا بس اذا بو شاهدي بو خوادي دم كاك حاجي كاروان كاك حاجي كاروان يقلتوها بلا زور بإنصافانا وبا لخوة ترسانا ودات بالوارانا قصيكا وتي حتى دكتور عبد اللطيف لقم مسلمانانا دعاين بودكا ودجيجو لكا بلا ملو موضوع رأي وايكا وإشي كاتي خوينا بو او فياو بإنصافا وقصيكا بلا مزور بيان بدا خوادي وأتذكر يوم لا يكون ذاته سبحانك.